كثير من الأخوان يستفسرون عن وش رايك، يقولون بس بأسواق الأغنام حسب جولاتنا اللي نقومها دائما بأسواق عدة مناطق يعني. فأنا أقول لهم المقاطع اللي ننزلها تبين لكم أسعار الأغنام في الأماكن اللي نصورها يعني. لكن أنا لي وجهة نظر بالنسبة للأغنام، أنا أقول إن الأسعار أكثر من رائعة الآن، أسعار ممتازة جدا جدا بالنسبة للمشتري، لكن للبائع نقول إن شاء الله الخير قادم وإن الله يعوض عليهم بالدنيا، لكن بالآخرة هم ربحانين يعني، حسابهم جاري بقوة إن شاء الله بإذن الله بالآخرة، لأنهم يعلفون هالحلال وكل كبد رطبة فيها أجر. يعني هم مأجورين، اللي يعني يبحث عن الآخرة عز الله إن شاء الله إنه أرصدتهم عالية بالآخرة بسبب تعليفهم لهالحيوانات هذه اللي فيها أجر بالنسبة. لكن كوجهة يعني نظر الآن أقول اللي بيستثمر وبيشري وبيكسب مكاسب طيبة إن شاء الله خلال فترة بسيطة، سبق أني طرحت أنا موضوع اللي هو شراء المضاريع للي بزود الحلال ويبي يعني يستمر بتربية الحلال فترة، هو يكون عنده كمية من الحلال اللي حقيقة أنتج بعد ما شرى كمية قليلة وأنتج بكميات كبيرة. لكن أنا عندي موضوع الآن ثاني اللي هو يعني يستثمر في فترة بسيطة وفيها إن شاء الله بإذن الله مكسب. عندنا رمضان، عندنا عيد الأضحى باقي عليه 7 شهور تقريبا، فالآن اللي عنده مبلغ حدود 200,000 ريال أو بيشارك له واحد ويشترون لهم اللي هي الهرافي، أو يكون اللي مفطوم بدأ يأكل لأنه عنده فترة 7 شهور، ممكن أنه يكون تم أنه قابل للضحية. فالآن أسعار ممتازة، فلو شروا ذولي أسعارهم ممتازة الآن بأسواق وربوهن هال7 شهور هذه إن شاء الله، وتكون تمن سن الضحية، فيبيعون مبالغ ضخمة كبيرة، يدبلون المبلغ. حنا حسبنا قلنا يمكن يعني أول شيء إنه حنا في فترة الشتاء، وإن شاء الله نترجى من الله خير إنه يغيثنا ويجي ربيع إن شاء الله، فيبيوفر عليهم هالفترة هذه الآن اللي فيها يربون هالأغنام دي، إن توفر عليهم يمكن نص تكاليف الأعلاف، حتى إنه إذا ما جت أمطار وكذا، لكن إحنا حسبنا تقريبا 40,000 ريال مع العامل مع كل شيء مع الماء مع كل شيء بيصرفون عليها في الفترة اللي هي 7 شهور. وتعرف أنتم بالضحية يبيعون 1,400 ما شاء الله، 1,500، 1,600، 1,700 حسب الخروف، 1,350 حسب الخروف، فهم بيكسبون يدبلون دبل. الآن بيلقط من الأسواق خرفان اللي زي ما قلنا حرافي صيدات أو يكون توه مفطوم بدأ يأكل، هذا همسكه وعندك إياه في فترة عندك إنه تكفيك 7 شهور إنه يكون قابل للضحية، وبتكسبوا مكاسب دبل وممكن أكثر من الدبل. لأنه لو الشعير الآن أعلن عن تخفيض الشعير ارتفعت أسعار الغنم يعني، هذه يعني برضه ميزة. فأنا أشير بالأخوان حقيقة اللي مثل عنده مبلغ بالبنك جالس ما يستفيد منه ويحب يستثمره، أو يكون مثلا عنده والله سيارة غالية وممكن يتصرف فيها ويشتغل فيها ويمشي أموره إلين بإذن الله تطلع النتائج بعيد الأضحى، ويبي يشتري السيارة نفسها ويكون عنده رصيد تقريبا حول قيمة السيارة في حسابه بإذن الله. فإن شاء الله إن نترجى خير الحقيقة من الله سبحانه وتعالى إنه يغيثنا ويسقي العباد إن شاء الله، ونرى لا 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 الأرض مخضرة في كل مكان بإذن الله. فأنا الحقيقة أشجع الشباب اللي يدورون العمل، هذه فرصة ذهبية لكم الآن زي ما قلنا وعلمناكم بالطريقة، وإن شاء الله ربحانين بإذن الله 100%. ولا لا لا الحلال اللي يبيعون حلالهم يمكن يكون الآن محتاج مبلغ أو يكون عنده حلال كثير
ويعني يصعب عليه تعليفه، لكن نقول ترك ماجور عندك أنت ما شاء الله، بنك ثاني، بنك الآخرة، تدخل ما شاء الله بإذن الله ملايين من الحسنات بسبب تغذيتك لهذه الحيوانات، هي اللي بتنفعك بالآخرة. يعني لا يضيق صدرك ولا شيء، الدنيا فلوس الدنيا تروح وتجي، لكن هذه تبقى لك رصيد بإذن الله. هذا موضوعنا الآن، انتهينا منه. طبعا احنا بنرد على بعض أخواننا الحقيقة اللي نشكرهم بانضمامهم للقناة، اللي عندهم ملاحظات بسيطة. أحد الأخوان يقول يعني أخذ الرقم أو كذا من هذا من أصحاب الحلال. حنا طبعا ما نفرض عليهم، لكن حنا نحب نساعدهم، يعني نحب أننا نخدمهم، نحب أننا أن الله سبحانه وتعالى أن الله يرزقهم، حتى حن نكسب أجر، لنا أجر، والرزق بيد الله مو بيدينا، لكن حنا نسعى ان الله يعني يرزقه ويسعده ان شاء الله. وكثير من الحقيقه الاخوان اللي ضعنا ارقامهم وسعدونا انهم باعوا عن طريق المقطع، ففرحنا وسعدنا ان يعني تممنا عمليه مساعده اخواننا. فانا والله انا بالنسبه لي اتمنى ان جميع الاخوان اللي بسوق الغنم لما نغطي اي تغطيه ان يعطينا رقمه، يعني كلهم يعطونا ارقامهم، عشان لما المقطع عندنا احنا ينزل سريع، يعني نص ساعه نازل المقطع، بعد نص ساعه يكون في حراج ثاني مزاد عبر المقطع، لانه كل اللي بيتفرجون على المقطع يجاز له شيء يبي يحصل رقمه موجود، تصل فيه مباشره الرجال بالسوق، ما بعد تحرك هو السوق، ممكن تفاوض منه معه، ممكن الله يرزقه. يعني بالنسبه فبالنسبة عندنا برضو أحد الأخوان يسأل سؤال اللي يقول يعني مثل ركز بس على التغطية وامشي، يعني ما لا يعني لا تسولف ولا تلاطف مع أخوانك ولا كذا، يعني هذه ترى ما هي بزينة يا أخوي. يعني أنت لو أنت كل يوم تأكل لك مثل وجبة رز سنت والله ملينا، لو كل يوم أوديك مكان معين سنت يا أخي بس ما عندك ولا هالمكان بس كل يوم أروح لأمه، لو كذا لو كذا ما يعني الناس تمل من الشيء هذا. والأشياء اللي هي فيها مثل تركيز على شيء معين يملون الناس منه، لازم تكون تلاطف مع الناس وتضحك معهم وتشوف كان عندهم شيء غير الحلال، سعي قصيدة كذا، هذا بالعكس يعني يسعد الحقيقة المتلقي ويسعد اللي أنت أخذت منه هذا الشيء هذا. فما يعني لا تاخذ ببالك اشياء الاشياء هذه، فاي محتوى يكون دقيق او كذا يمدونها الناس. شوف الان حقنا خرابيط هم اللي نجحوا هم اللي وصلوا قمات. يقول نختم كلامنا بهالكلمتين، يقول الله لا تبلانا بثقيل الدم حتى اهله وربعه ما يبونه. تحياتي.